بدأت في محافظة المهرة الدورة الخاصة برفع كفاءة الإحصاء والرقابة والتفتيش البحري في هيئات المصائد ومراكز الإنزال السمكي. وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين إن هذه الدورة تأتي ضمن الأنشطة في القطاع السمكي بالمهرة لإسناد عملية الرقابة والتفتيش والبدء في حملة الحد من المخلفات التي تحصل في الصيد التقليدي في جميع المحافظات الساحلية. وأشار إلى أن الدورة تستمر 3 أيام ويتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات المتعلقة بالإحصاء السمكي ومجال الرقابة والتفتيش. وأوضح وزير الثروة السمكية أن هذا النشاط يأتي ضمن اهتمامات الوزارة بمجال تحسين آلية الإحصاء السمكي وتعزيز الرقابة والتفتيش لحماية الثروة السمكية من المخالفات في مجال الصيد التقليدي. تأتي هذه الدورة في ظل مجموعة من الأنشطة في قطاع السمكي في محافظة المهرة. بدأنا أولا باللقاء مع المختصين هنا لإسناد عملية الرقابة والتفتيش والبدء بحملة في هذه الجانب لحد من المخالفات التي بتحصل في الصيد التقليدي. هذه الدورة تستمر لمدة 3 أيام، يتلقى المشاركون خلالها مجموعة من المهارات المتعلقة بجانب الإحصاء السمكي وأيضا في جانب الرقابة والتفتيش.